السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتكم وصفات صفا. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد الغريبة ديال اللوز كتجي هائلة رائعة. نتمنى إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. ولتحضير هاد الوصفة نخليكم مع طريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. غادي ناخدو واحد جوج حبات ديال البيض، نضيفو السكر فانيليا، الزبدة المذابة، نضيفو سكر ثقيل أو سكر بودرة، ونخلطو الخليط جيدا. تنحسو بالعناصر كلها اندمجات، نضيفو مربى المشمش، ونضيفو ماء الزهر. نضيفو خميرة الحلويات، ونضيفوا اللوز اللي طبعا انا شريته هكا يعني مطحون. بالنسبه للناس اللي ما موجودش عندهم ممكن يسلقوا اللوز ويقشروه يخليه شي شويه ينشف ويطحنوه. غادي نضيفوا اللوز تدريجيا ونجمعوا العجين حتى نكملوا كميه اللوز اللي عندنا. فهاد الحلوة كتجي رائعة بالنكهة ديال الزهر وديال المربى المشمش. فهاد الأثناء غادي نضيفو الدقيق الأبيض ونجمعو العجين حتى نحصلو على عجين ممكن نكوروه باليد. بعد ما جمعنا العجينة هذا هو الشكل ديالها. غادي نحاول نشكلو منها كريات على شكل غريبة. ناخذ واحد السكين ونحاول نوضعو فيها واحد التفليحات بهذا الشكل، نزينوها بهذا الشكل يعني بدون ما نستعملوا طابع خاص بالحلويات، فقط بالسكين. وغادي ندوزوها في سكر ثقيل او سكر بودرة. نحطوها في صفيحة الفرن اللي فرشناها بالورق الزبدة او ورق الغذائي، ونستمروا بنفس الطريقة حتى نكملوا كمية العجين اللي عندنا. يعني فقط بالسكين وكيعطينا الشكل هائل وحلوة مميزة. وحتى المذاق ديالها كيجي رائع، يعني طعم اللوز مع طعم الزهر وطعم تاع المربى ديال المشماش كيجي رائع في هاد الحلوة.
فهاد الاثناء غادي نكونوا شعلنا الفرن ديالنا على 180 درجه، نحاولوا نضغطوا عليها من الفوق باش دوك التفليحات او داك الزواق اللي درنا ليها يحاول تفتح. وهذا الشكل ديالها بعد ما خرجناها من الفران، يعني ما خصهاش تاخذ وقت طويل في الطياب، فقط يعني ماكسيموم ربع ساعه حتى 17 دقيقه فقط، يعني غير نحسوا بها يعني رجعات شي شويه خدات واحد اللون يعني شويه ديال الطياب ونخرجوها لان كلها لوز. وهذا هو الشكل النهائي ديال حلوه اليوم، حلوه باللوز. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم هاد الوصفة ما تنساوش تدعمونا بلايك وتشاركوا القناة باش يوصلكم إن شاء الله كل جديد الوصفات، وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله.